ملي انا زاد نسير وفاصل صغير هكا في بخصوص مدرب الترجي الرياضي التونسي. انا قبل كل شيء نحب نعزي المدرب طارق ثابت. لحظه خنذكر مستمعينا انه بعد شويه عنا تصريح خاص للمدرب عبد الحق بن شيخه، دوك ما تبطليش برشا في لا 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 10 ثواني. بتحب نعزي المدرب طارق ثابت في وفاه عمه؟ ما في باليش بيه الله يرحمه وينعم. ريت انا في بالي وانت لا ما هدوش والله لا في بالي. بخصوص المدرب الترجي الرياضي التونسي راهو فمانيه التعيين الفرنسي برنار سيموندي مدرب جديد. هابش نعطيك الدليل، هو سيموندي موجود لهنا في تونس، عنده مدة على ذمة الترجي الرياضي التونسي على أساس باش يشد ديريكتور سبورتيف، لكن الإدارة شفت أنها تتريث شوية. لما نفد صبر برنار سيموندي وحب يرجع لفرنسا توا 3-4 أيام التالي، الإدارة قالت له لا ما تروحش واستنى شوية. برنار سيموندي لي متى ذوما يمشي للبارك يحضر في التدريبات نتاع لي جون ونتاع ليكيب سينيور. انا في تقديري فما نية لو اداره الترجي التونسي باش تعين مدرب اجنبي باش يكون الفرنسي برنار سيموندي. اون با باتاتوني كل صدق، خلي الراجل يخدم. طارق انا ما قلت شيء، انا راني نعطي في معلومه يا حمودي هذيك ربي في المورال مسكين. يا ودي مالي مالي المورال، انا شانس وان شاء الله ينجح. يا ودي نعطيه في معلومه يا اخي مورال ويستنى فيا. انا نعطي في معلومه، انا راي مهمتي باش نعطي معلومه، مانيش في المشاعر والعواطف. يا ودي يخدم انا طارق 100% بعد زوز لقاءات المرحله الاولى. لا انا نعطي في معلومه. لحظه برك، اش قلت انيس؟ أكيد اللي بعد أنيس أنيس علي لي صوتك شوية، إيش بكم راقدين اليوم باش يسمعوكم العباد هاي في قولي هاي بطولة في المرحلة الأولى إمكانية كبيرة باش يجي عندنا معلومة أو توقعات. أنا هاني أعطيتك، أعطيني معلومة. لا معلومة هاي شنو هي المعلومة؟ شوف هاني قلت لك المعلومة، طارق ثابت باش يكمل المرحلة الأولى وش يجي مدرب وش يرجع ديريكتور. دليل اعطيني دليل المدرب. هاني اعطيتك دليل، هاني انا اعطيته دليل، انا اعطيته دليل. قلت له برنار سيموندي عنده اكثر من شهر ولا شهرين في تونس على ذمه الترجي الرياضي التونسي، وكانت النيه تتجه انه يعينوه ديريكتور سبورتيف بوقت طارق ثابت، لكن كي بدات الامور تمشي وتجي الاداره تريثت. الرجل فد قلق قاعد يمشي ويجي وما يعمل في شيء، ووضعيته مش واضحة. جاء عمل فاليزته ومروح، قالوا له لا اقعد حاجتنا بيك ما تروحش. يعني الراجل رجع يمشي البارك ويحضر في الانترينمو والايامات الجاية باش فما بعض الامور باش تتضح. وتترشح الترجي يهز لا في ذريعة الترجي لتوز تلعب تشامبيونز ليج يا حمودة. نعطيك حاجة، فما حتى نية عند رئيس النادي باش يغير المدرب الا في حالة واحدة، وقت خاطر فما ضغط كبير على طارق، الا في حال طارق يطلب هو. ناكد لك هذه معلومه صحيحه. وبرنار سيموندي تكلم عليه ماهوش البروفيل نتاع لونتور نتاع ليسبيرونس. علاش مخلينه على ليسبيرونس؟ علاش مخلينه على نقولها نقولها مش باهي. علاش برنار سيموندي ما خلوش يروح؟ ممكن ديريكسيون دي جون، ممكن الامور هذه، هذه ما عنده حتى سيف. لا 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 هو بيته الراجل قلق فد قلم فديت اقلقت عندي اوشره جابوني ما نعمل في شيء. الجماعيه عنده ما نقولوا ما حسش بيك برا، عنده بروجي معاه ما فما حتى بروجي. عنده بروجي مونتير قالوا باش نعيوك يا كابتن. اللي الجو في ليسبيرونس، الجو في ليسبيرونس مع طارق ثابت معناها ثابت، معناها هذه ناكدها الى حد الى حد الى حد الان الى حد اللي ما بعد. علاش رئيس النادي نقول لك راه مش من السهوله باش ينحي مدرب؟ لا اكيد في الحالات هذوما. اما اللهم طارق وتو نجيب لك المعلومه غدوه تو نمشي لطارق نساله، انا تو نسال طارق اللهم عنده النيه هو على الضغط اللي موجود عليه، والواحد ممكن طلب باش ما تكوش عليه حس المهمه نتاعو وصلها. اما صدقني رئيس النادي ولا عنده لا احنا ما قلناش رئيس النادي عنده النيه انه يدخل على طارق ثابت، اما قلنا فما توجه او فما امكانيه انه يتم تعيين برنارد سيموندي. اذا كان الترجي عنده النيه بيجيب اكل مو دول اسم برتغالي ما نعرفش نيه. لا اذا كان فما اتروجي فما حتى الشيخ ومقاليد فنيه تاع الترجي برنار سيموندي. حتى ايبانجي كان ما تروح ما تروح توا في الترجي. انا شكون ايبانجي فلوران لونتور يراني في الهلال اي يراني ما تروح في الترجي ما تروح بقوه توا توا يمالها فمانيه. لا معناه لا لا معناها مش مش المرحله هذه. هو بيدو هو عنده ديزونجاجمون، هو عنده ديزونجاجمون مع جمعيته ممكن في المشروع الجاي مع فلوران ايبانجي. قلت لك المعلومه اللي عندي يكمل سي اس اس ومستير وما فما حديث. اللهم خليت المعلومه عند رئيس النادي انت ما قلتليش. لا كان خليت مع رئيس النادي انيس عماد بن يونس كان ما ربحش زاد راح الهلال. هاني انا ما عنديش معلومه ونأكد لك ونبصم لك، كان ما ربحش الهلال وكان ما ربحش النادي الفرقي راهو تنح. سعيد السايبي
كان ما ربحش ماتش ال قال سعيد راهو تنح معناها هذوما قراءات راهو معناها ماذا بينا احنا نعطيو بعد خاطر الكره في تونس هكا تمشي نعملوا ضغط نقعدوا نستناو كان ربح يقعد كان ما ربحش يتنح انت كان عندنا معلومه بي ما نقولوش 90% امكانيه امكانيه واضح انه اي مدرب نجم يتنح غدو يخسر يروح عماد كان مشيتش مع الكره وتنح نبيل كوكي يخسر تو يقولوا له برا مشي على روحه صحيح معناها راهو مع احترامنا لكل مسؤولين مع هكا العقليه نيس ولات معناتها ماذا بينا راهو خاطر ما نخدموش بالبروجي اونتين نعطيو كل المعلومه الخاصه والحصريه والثابته والدقيقه فقط راهو انا كان نعطيك امكانيات ونعطيك تونس الكل باش تبي قالتها في الساعه في الساعات القادمه